وفي الداخل أكد المستشار محمود فوزي منسق الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أهمية الإنجازات التنموية والخدمية الضخمة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية نحو استمرار بناء الجمهورية الجديدة. جاء ذلك خلال المؤتمر الحاشد الذي نظمه حزب مستقبل وطن بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، حيث شارك فيه أكثر من 20,000 مواطن. بأعداد كبيرة وحشود ضخمة من أهالي محافظة الشرقية، انطلق مؤتمر حزب مستقبل وطن بحضور المنسق الرسمي للحملة الرئاسية المستشار محمود فوزي وأعضاء الحملة، بالإضافة لقيادات وأعضاء الحزب من مختلف فئات وطبقات المجتمع، لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي استنادا لإنجازات عديدة في مختلف القطاعات. اسم الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي على هذا الحشد الرائع. مرشحنا استلم البلد في حالة صعبة، تم القضاء على العشوائيات، انتقلنا من خدمات المدينة إلى خدمات الريف، حياة كريمة انتقلت لكل قرية ولكل مركز في محافظات الجمهورية. سلمنا بعتها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنا محمل بيها من عشرات الآلاف اللي موجودين هنا من أهالي الشرقية. شعب الشرقية معاك يا ريس ومكملينه بظهرك، وهنشوف أيام الانتخابات الشرقية هتعمل إيه. الحاضرون من حزب مستقبل وطن ومختلف القوى والتيارات السياسية المؤيدة للرئيس السيسي أثنوا على موقف السيد الرئيس فيما يتعلق بأحداث غزة، وجددوا التأكيد على انتخابه لفترة رئاسية جديدة. الشعب المصري مطلوب منه ان هو يزحف نحو صناديق الاقتراع ليكون ظهيرا شعبيا للرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة ما يحاك للدولة المصرية من مؤامرات. احنا شفنا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي في خلال السنوات العشر السابقة قدم الكثير وما زال يحمل الكثير من الرؤى لنهضة مصر. قضى على الارهاب البغيض، اعاد تثبيت اركان الدولة المتصدعة. شفنا ازاي المشروعات الكبرى القومية، محطات الكهرباء، الطرق، المدن الجديدة، 100 مليون صحة، علاج فيروس سي. الوطن الشريف العظيم عبد الفتاح السيسي ده راجل عظيم واحنا كلنا بنأيده ونقول في ظهرك. مؤيدو وداعمو الرئيس عبد الفتاح السيسي رفعوا لافتات وحملوا شعارات تؤكد على ضرورة انتخابه من اجل استمرار مسيرة البناء والتنمية والامن والاستقرار. مركز ومدينة فاقوس ومحافظة الشرقية كلنا لازم نطلع وندعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرجل المخلص الوطني الأصيل. سيدات الشرقية كلهم جايين دعم القيادة السياسية ودعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر هتفضل دايما قوية برئيسها وجيشها وشعبها وشبابها وسيداتها إن شاء الله. من نعم ربنا علينا اللي هو وهب لنا حاكم قوي أمين، قوي قوي يخلص علينا من حكم الإخوان، أمين أمين على شعبه، راجل احنا بنقول له خلفك الشعب المصري. احنا كلنا وشعب الشرقية وشعب فاقوس بالكامل كاملا وكلنا هننزل ورا الرئيس السيسي، وكلنا جايين وبنسيد الرئيس في كل قراراته وفي كل كلامه، احنا دايما واقفين في ظهره وكلنا بنقول له بنحبك يا سيسي، تحيا مصر. الشرقية قالت كلمتها وبوضوح شديد كل الدعم والتأييد والمساندة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة استكمالا لمسيرة البناء والتنمية، ولما لا ومحافظة الشرقية كانت ضمن المحافظات الأكثر تصويتا خلال الانتخابات الماضية. من الشرقية محمد عبد الصبور، التلفزيون المصري.